تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة متكونة من 3 أشخاص وحجز 44 كبسولة تحوي 185.4 غرام من المخدرات الصلبة. القضية التي عالجتها فرقة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية جاءت بناء على استغلال معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات الصلبة بالعاصمة، وبعد تكثيف الأبحاث وعمليات ترصد محكمة تم توقيف شخصين على متن سيارة سياحية عثر بحوزتهما على الكمية المذكورة. تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر تحت إشراف نيابة محكمة الدار البيضاء من إيقاف وتفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف استيراد المخدرات الصلبة، بحيث تم ضبط خلال هذه العملية ما يقارب 200 غرام من الكوكايين النقي وإيقاف 3 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة. تستغل هذه العصابة طريقة تهريب مستحدثة عبر ابتلاع كبسولات تتضمن الكوكايين لتفادي اكتشافها من قبل مصالح الأمن، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختلفة.